على التوافق والعمل الجماعي المخلص إن وفقنا الله على حماية المكتسبات وتحقيق الطموحات. حماية وطن ليست شعارا، إنما واقع نسعى لتحقيقه في المجلس القادم بإذن الله. حفظ الله الكويت من كل مكروه. على بركة الله واستعانته وتحت شعار حماية وطن تنطلق حملتنا الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2016. إن المرحلة الحالية حرجة وتطلب المشاركة الفاعلة المخلصة في ظل فشل الحكومة والمجلس السابق في تحقيق طموحات الشعب، حيث اتبعت للأسف أدوات وطرق ليست لتحقيق الأمن الاجتماعي كما هو مطلوب، بل للضغط على القوى السياسية وتحجيم قوى المجتمع والحراك السياسي في البلد. إن نظرية ترهيب المواطنين لن تجدي نفعاً اليوم في ظل وعي الناخب وقدرتي على تقييم الواقع واختيار الأنسب. ورسالتنا للسلطة مثل ما لجأتم لإرادة الأمة تقديرا للظروف الراهنة، عليكم أن تبادروا بالعمل على تعزيز الجبهة الداخلية بإطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجنازة التي سحبت سياسيا ووقف الملاحقات الأمنية وإصلاح التدهور في المجالات الإنسانية ومعالجة